اللي هي تكملة الثورة اللي طلع عشانها الشعب عشان ماتت من أجل الحرية. ومن أهم شيء عاوزين المداخل اللي هي 9 مداخل نأمنهم كويس. لو ده فعلا قسمناه على المجموعات العمل المتطوعين، إن كل مجموعة عمل أو حركة تلاقي قوي، إذا كانوا بيقولوا إن أنا قوي فإذا أنا عندي ناس متطوعين يبقى خلاص. ده مثلا المجموعة دي مثلا زين أي كان، مثلا مدخل واحد، ده مدخل اثنين، مدخل ثلاثة. الناس المفروض اللي موجودين على المداخل دي هما بيمثلونا، هما دول اللي بيعملوا قوة الجذب الناس تشارك ولا لأ. كان يكون صور بطاقية وتكون يعني حاجات زي كده إجراءات أمنية عشان الناس ما يكونش علينا برتقية. وعاوز أقول حاجة مهمة، الناس اللي في الميدان مش برتقية، أنا منهم ومنهم مستمر على طول، مش اللي هي بتعلق الاعتصام وأرجع وأروح ولا، الناس معظمهم أنا عارفاهم شخصيا. وكان احيانا بينفعلوا او بيكونوا ضد فعل، فده بيبقى غصب عنهم. ناس بتتقتل، ناس بتموت كل يوم، ناس بتضحي يعني مش معروفين عالميا. فهم دول بالعكس هم دول وقود الثوره الحقيقيه. حتى لو احنا من الحركات السياسيه يمكن زمايلي كلهم عارفين كنا احنا الشعره، بس اللي قادرين يكملوا هم الناس اللي في الميدان متواصلين كده. لازم كنا نتحد نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نحدد الهدف ومين عدونا اصلا، مين اللي احنا مش عايزينها عسكريه، عايزينها دوله مدنيه ومحدش يختلف على ده. ما بنقولش ان احنا ضد الاسلام ولا ضد الشريعه الاسلاميه، بالعكس كلنا مرحبين بده. ومش عايزين فات الدين تاني زي الاستفتاء وزي برضو الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، لا بالتالي مطالب الثوره اولا ومجلس رئاسه المجلس والحكومه تكون كره مؤقته فعلا تسير الاعمال بدل الحكومه كره مش عارف مع احترامي مش قادر ياخد اي قرار. فاحنا بنقول لو توحدنا فعلا هننجز سريعا وهناخد حلول. وزي ما قلنا كل واحد بالاليه، المهم نكون مشتركين في هدف واحد ونتحد. وانا سعيده جدا بيوم 8 يوليو لان تالي رجعت الروح تاني للميدان، فحاسه ان دلوقتي بدات الناس تيأس تاني. دلوقتي بيحاولوا يحاربونا حرب نفسيه، انا عمري ما خفت من الاخوان، كان لهم دور كبير جدا في الميدان في الفكر ده، مع ان انا مش من الاخوان ولا من اي ولا ليبراليه ولا اي حاجه، انا من ادم عاديه جدا مواطنه ومسلمه الحمد لله انسانه عاديه ما بنتميش لاي تيارات. بس بقول كل الناس وسلف كل الناس، بس انا ما كنتش عارفه مين اخواني ومين سلف. انا كنت تايه في الناس، حتى كل الناس اهلي كل الناس اخواتي، وده كان بيديني قوه. دلوقتي عشان في شعارات وفي مسميات نخلي الناس الغريبه والمستقلين كل شويه يبص على الاسماء نفهم منين، نروح لمين حاطين بغربه. فدي اللي ناقصانا. عايزين نتوحد تاني زي 25 لما اي شخص يقعد جنب اي شخص حاسس ان هو اخوه قريبا مش خايف.